اي وليد شلونكم شو اخباركم؟ حبيبي عيسى الله يسلمك. والله مشتاق لكم، شو ماكو ما تبينون؟ يا قلب احنا الاشواق. شكو ظروف. يا وليد عفونا من هاي السوالف، عندنا رساله. لقيتك يا بنيه طق بالقاعه. اعطي رقمها. طلع مجال خلينا نسولف، ايش فيك متوازي؟ المهم عندنا هنا بيت محمد جيراننا. بنيه بس هي وامها بالبيت. يلا خروح. اوقف انا اكمل لك سالفه نفتهم. المهم انت مالكم يجيكم الصافي، باكر راح اخابرها واضبط لكم وياها ونروح كنا عليها. لا شو سوى انت؟ شنو هذا الحكي؟ ما يصير هذا اعراض الناس. وشنو عيب اي ملل؟ شنو عيب ملل؟ ما يصير هذا اعراض الناس. يا بدي اطير ولا اعراض الناس؟ بعد ما اجيكم ولا اصير عليكم. يابا تعالوا. دروح وشكت لنا تعب من رجليه. يلا تطير. كمل لنا كم؟ ما عليك كم بهذا بطران. حلو. لا ما عليك. باكر اضبط الكام. وبالليل نروح. هاي هي صايرين. هاي هي يلا يلا احنا بعد نترخص بعد وقت. لا والله يلا باكر على التليفون ان شاء الله. هاي ان شاء الله نتطرق عن المخابره. هاي هاي حبيبي حبيبي حبيبي. وقف وقف وقف، خلنا نخابر عيسى نشوفه. اي هذول خابروني فربنا. الو الو. ها سجاد. ها عيسى يا اخي، احنا لقينا الباب مفتوح وطبوينه. يلا انا جايكم جايكم هسه. اي هسه احنا بالحوش. اي انا سجاد. طبوا قدام وهسه جاي وراكم. يلا يلا خمس دقائق اذا ما جيت طبوا قدام. يا دير بالك على البنيه. لا لا ما لك شغل ما لك شغل، ندير بالنا عليه. يلا يلا هذا يقول قال خمس دقائق وانا يمكم، واذا تاخرت عليكم طبوا. لا انت انا هيك خمس دقائق. والله خمس دقائق. دقيقه دقيقه واحده بس. خمس انطب طبوا. يما الله يساعدك. هلا يما هلا. شلونك؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله. اقول لك اختك من المساعده زيت تجيب لي خبز من بيت ابو محمد، ولحد الان ماكو. يما ياهم يا محمد. ذولا جيراننا قوم شوفه. تحسن صدق يما؟ اي والله قوم من المساعده حطوها. انا همليت شلون؟ يلا خلنا نطب. اوكفو يا معودين. اوف شكو شبيك؟ شبيك سالفنا؟ انا ابني كنت متوعد وياها. ايه ما كانت جايه. ايه امي ودت اختي البيت. امي ودت اختي البيت ابو محمد. ايه وهاي كانت هنا هي اختي. اه يعني تذكر تذكر جهاد لما حكي. ما لومه والله ما لومه. صدق والله والله العظيم. يجي يوم يجي يوم هم احنا هم هيك يصير بينا. يا شباب خلينا نعرف هاي السوالف. وانتو رحمه لوالديكم. ترى صدق كما تدري تدعم. والله صدق انا مستهلككم وما اعرف شلون اقدر هذا الوضع. هاي هي زين زين لحقنا عليه. ان شاء الله بعد ما تتكرر.